قبل ما تقول الو. لا عشان الو الو مش انت انت. السلام عليكم يا فندم. مين معايا يا فندم؟ الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 21 يا عم ناصر وحشتني حبيبي. طب اعرفك انا. لا مش هقول له مين. اقول له ده واحد من بص اللي كانوا نايمين عندك اكل ليل ونهار يعني اول ما تروح المعسكر. مينو؟ مينو؟ ايوه يا باشا بدل قال لي كلمه السر. عم مينو اللي خلاني ازيك يا مينو؟ كل سنه طيبين يا عم مينو وسنه سعيده عليك وعلى الاسره الكريمه وخير على المصريين كلها وعلى بلدنا وان شاء الله بلدنا كبيره وهتقوم وهتبقى زي الفل وتعظيم سلام تعظيم سلام عم اينو حلوان حلوان اينو وحشني جدا وكل سنه وانت طيب كابتن اسلام. كل سنه وانت طيب ودايما كده منور الدنيا حبيبي وبسلامي لكابتن مصر واخويا الكبير الكابتن محمد بركات الفاكهه بتاعت النادي الاهلي. طب بقول لك ايه مبدئيا كده قبل بس ما تكمل قبل ما تكمل ما تمثلش وتقعد تقول لي اصل الكابتن والبتاع والحاجات دي. خش على طول عشان ايه ما الموضوع يكبر. بس انت عارف في الاول لازم. طب خلاص ماشي اذا كان في الاول ماشي اذا كان في الاول ماشي كمل لسه سيد كمل سيد حبيبي يا كوتا وسلامي لنجم مصر الكابتن سيد معوض اخويا حبيبي وعم ناصر طبعا ملك الاكل الحلو اللي احنا كنا 24 ساعه بايتين عنده حبيبي عمين وطبعا ربنا يبارك لك. انا وانتم طيبين ودايما منورين الشاشه حبيبي يا اينو. يعني سنه جديده الحقيقه زي ما كنا بنتكلم طفرات كبيره جدا في النادي الاهلي. طبعا احد اعضاء النادي الاهلي اللي متواجدين واحد العاملين في النادي الاهلي طبعا بما انك المدير الفني اعتقد 2001 2001 فاعتقد انت لامس اللي بيحصل في النادي الاهلي خلال هذه الفتره يا اينو. اكيد طبعا احنا كلنا اولاد النادي الاهلي وانا سعيد ان انا موجود في النادي الاهلي وخطوه جديده الحمد لله بقى لي فاصلين انا كملت المهمه بعد الكابتن ياسر رضوان بعد ما مشي. طبعا اكبر ليا ونجم محترم جدا وتعلمت منه والحمد لله جات لي الفرصه وكابتن خالد سيبو يعني قال لي انت بقى اللي هتسوق المركب يعني وبدايه مدير فني فبس الحمد لله ولعبت ماتشين وربنا كرمني وكسبت الماتشين كسبت ام بي وكسبت المحله فالحمد لله ماشي بشكل كويس ومعايا لعيبه كويسين وبيصعدوا فريق اول وان شاء الله كده نعمل حاجه كويسه ونخدم في الاول وفي الاخر النادي الاهلي يعني. طب انت اينو معلش اينو انت يعني دلوقتي يعني خدت خلاص الجو يعني بتعرف تقف على الخط يعني تكشر وتزعق وتعمل الكلام دوت. ما انا اصلا كنت بقف على الخط يعني وانا مدرب عارف كنت بقف على الخط ودلوقتي بقى المسؤوليه صعبت اكتر بقى. ماشي يعني هنعديها ماشي هنعديها عشان الشباب بيتفرج علينا وكده فهنعديها اينو والله يعني ما يعني وبركات مش مصدق. انت ليه كنت مش مصدق ان انا بقيت مدير فني؟ لا انا عايز اقول لك على حاجه. اينو من الناس اللي هم كانوا من الشخصيات اللي هي ايه واخده برضو بتحب تهزر وتضحك على طول وكده بس اينو من الشخصيات يعني اللي هو بيتحمل مسؤوليه يعني مثلا ما كنا نيجي نتكلم قبل اي ماتش او كده وان احنا لازم الماتش ده مهم جدا ولازم الماتش ده يخلص بدري وي تبص على وش اينو تلاقي وش متغير تماما وش واحد بيسمع يعني فاهم وش واحد قرر بقى حسيسه قرر ان هو هينفذ يعني الكلام اللي بيتقال له ده اول واحد بيقول يديك وش كده يقول لك انا نازل اول واحد هنفذ وفعلا هو كان بينفذ لا يعني بص اينو كان يدوس على نفسه بس مش قادر ينفذ لا اول ربع ساعه اول ربع ساعه تلت ساعه ما هو انت غلطان انك دخلت اول ربع ساعه اسمع يعني اسمع اينو وبعدين رد استنى اول ربع ساعه تلت ساعه يدوس على نفسه جامد جدا يطلع كل بص الباور بتاعه اللي هو بتاع 90 دقيقه يخلصه في اول تلت ساعه اللي ايه عشان الكلام حمسه وبعد كده بقى اتفرج على اينو بقى ايه اما اي حد ياخده لا ياخده سبرنت وهو قاعد عمال يعتل ورا النبي كنت بتجري في رمل والنبي ده كلام يا نجم والنبي ده كلام يا اينو بقول لك يا اينو اينو يا اينو اينو انا اجمد سبرنت شفته ليك عارف امتى؟ اهدى فاكر سامو الكيرة؟ فاكر السبرنت اللي عدى وانت كنت بتعتل عايز تجيبه وعايز تشنكله عايز تتعلق فيه وعايز تعمل حاجات كتير وما عرفتش لا وشفت انا ساعتها رحت جاري ازاي وهو بيجري جاري رحت انا واخد ايه حتى خدته من على الدائري
احسن حاجه انا كنت ببص يا كابتن، انا كنت ببص ملك الهزار كابتن بركات، انا كنت بتعلم من هو مثل اعلى. مره انا احكي لك على مثل كده اعلى في الهزار بس يعني انا لا هو ملك الحاجات. بص انا مثل اعلى في كل حاجه بصراحه. انا دخلت النادي الاهلي. الحق نفسك الحق نفسك. وبعدين مره ايه احنا لو ما كناش نهزر واحنا رايحين الماتشات وتمام، هو ده التركيز بتاعنا. هو في لعيبه كده، في لعيبه تمسك المصحف وتركز. مره انا ايه حبيت بقى اعمل اللي انا مركز في الماتش وامسك المصحف وبالاوتوبيس قاعد، اتغيرت في الدقيقه 27. ما هو قال لك ايه؟ والله مش واخد على كده، لازم نهزر ونضحك وبتاع وننزل نكسب وربنا بيكرمنا. لما ركزت وقلت انا النهارده هعمل بقى فيها متقمص وقالب وشي، اتغيرت في الدقيقه 27. ما حدش يعمل كده يا اينو صراحه يعني. يعني ازاي ما تقعدش تهزر وتضحك؟ لعبت مع سيد معوض ولا ما لحقتش؟ امال ما ده كنت ببص له بالاكرام. يعني ايه بتبص له بالاكرام؟ مش فاهم يعني، مش فاهم. هو كان بيقلب وشه عليا ويقعد يزعق لي، فاديته بقى اعمل له ايه؟ اينو فاكر احمد السيد لما قال لك ده الرايه سبقك يا اينو؟ الرايه سبقك. قول له انا اطلع. ايه الرايه سبقك دي؟ الراجل اللي جري اسرع من ايه؟ لا والله. لا لما كانت بتيجي عليك وقت اللي انت مش قادر بصراحه. انا الكوره معايا تلاقيني بص قرد، لكن الكوره تبعد عني تلاقيني ما بتبص الناحيه الثانيه. بص الناحيه الثانيه اعمل ايه طيب؟ حبيبي يا اينو كل سنه وانت طيب ودايما بالتوفيق يا اينو. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم اينو، نورتنا يا عم اينو والله العظيم. وقناه النادي الاهلي كلها بتشكرك. حلوان حلوان عم اينو تعظيم سلام. سهره سعيده جدا ودايما منورين، وسعيد اللي انا كنت موجود معاكم عشان بجد انتوا كلكم كنتوا وحشين. حبيبي حبيبي يا اينو كتر خيرك، ربنا يخليك كل سنه وانت طيب ودايما منور قناتك قناه النادي الاهلي.